احتفالاً بأعياد ميلاد رسول المحبة والسلام، أقامت مطرانية الروم الأرثوذكس احتفالية تحت عنوان الميلاد هون، جمعت الآلاف من أبناء مدينة اللاذقية أمام كنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل في حي الأمريكان، حيث قاموا بإضاءة شجرة الميلاد أمام باب الكنيسة. نحن هون عم نبعث رسالة، أولاً لأننا داخلية لنذكر حالنا أنه نحن حملة نور وحضارة. نحن متجسرين بهالأرض، أصيلون بتراثنا بثقافتنا وبإيماننا. والرسالة الأهم اللي هي لبرا ليشوفونا نحن السوريين مين نحن. نحن اللي منعلم العالم الإيمان الصحيح والحياة الصحيحة والثقافة والانفتاح. الميلاد ما هو عيد خاص، هو عيد شعبي عن كل الطوائف وعن كل الناس، ونحن ردنا يكون عيد شعبي بامتياز. لهيك يلي يطلع بيشوف الوجوه الموجودة ما هن أشخاص مختصين بالميلاد، ما هن أشخاص مسيحيين، هن من كل أطياف البلد، لأنه نحن عشنا ببلدنا بسوريا باللاذقية تحديدا، أنه نحن كلياتنا شعب واحد، أعيادنا وحدة، احتفالاتنا وحدة، أحزاننا وحدة. شجرة باللاذقية من سنين طويلة، مش هلا يعني، بس أكثر شيء مبسوطة إنه تشعيل الشجرة بيجيب الفرح للأطفال وبيعلن عن نهاية أزمة سورية عانينا منها لسنين عديدة. الشعب كله فرحان والناس كلها فرحانة، بحاجة للحظة سلام، نحن بحاجة للحظة محبة، وبإذن الله راح تكون بداية محبة وسلام للموسم الجاي. كثير حلو اليوم إنه نحن مجتمعين بإضاءة الشجرة، الشجرة الميلادية. فكل عام وأنتم بخير للجميع. شيء بياخذ العقل كثير، شيء بياخذ العقل كثير، عقبال كل سنة يعني أكثر من هيك ما بقى. شيء كثير حلو، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. سنة مباركة وكثير حلو الجو. عكست احتفالية الميلاد هون الفرحة والمحبة التي يعيشها أبناء اللاذقية مع عودة الأمن والسلام إلى بلدهم الحبيب.